جميلة منورانا في وشها النهاردة، جاية تتكرمي في دير جيست عن أفضل ممثلة في 2021. كلمينا عن إحساسك والتجربة. احساسي ان انا مبسوطه جدا علشان يعني حرب اهليه، يعني ما كنتش اتوقع لان هو دور شرير، فمبسوطه قوي انه كمان عشان دير جاس بتصويت الجمهور، فيبقى تصويت الجمهور عن ممثله عملت دور شرير، فبجد هي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. جميله. دلوقتي في عروستي البرومو بس قلب الدنيا، وكمان المشهد بتاع مي بي فيو نفس الحاجه ونفس الشراب، وكان مشهد بس كان الناس عندها تعليق ان هو الرياكشن بتاعك وقتها مش زي مي بيفور يو. يعني كلمينا عن الفيلم بشكل عام والمشهد ده. ما هو علشان هو في سياق المشهد هتعرفي ليه كان لازم الرياكشن يكون كده مش زي الفيلم. هو في الفيلم يعني مش هحرق. طيب عن عروستي، يعني كلمينا عن عروستي. معرفش، هو احلى حاجه حصلت لي السنه دي كحاجه لايت كده وخفيفه والوان ولذاذه وناس لذيذه ويعني تصوير تكوني مرتاحه فيه. يعني انا عشان السنه اللي فاتت كان فيه الا انا، وكان الموضوع تقيل وتمثيل جدا وكده، وبعدها حرب اهليه دور شريره، فكان عروستي هو ايه الزبادي بتاع كل ده. عشان كمان في نفس الوقت كنت بصور برضو المحكمه، فكانت كلها حاجات تقيله ورا بعض، وهو ده بالنسبه لي البونبوني اللي فيهم. لا كرو بقى وزينب غريب، العلاقه بيننا بقى صداقه، يعني كلمينا عن التعاون برضو مع احمد حاتم. اكتر من حد يعني اصدقائك وتعاونت معاهم قبل كده؟ زينب لا مسخره، يعني هي مسخره، هي سنة من غير ما تعمل حاجات كوميديه هي كوميديه بالفطره.